تمام 7 صباحا ودقيقتين بتوقيت الجزائر، مشاهدينا متواصلون دائما معكم عبر القناة الإخبارية الأولى في الجزائر. نرحب بكل من التحق بنا اللحظة في هذه التغطية الإخبارية الصباحية. نفتح ملفنا الأول، نقاش خلال هذا الموعد الإخباري والذي سنحاول من خلالها التعرف على عديد من إنجازات الشباب الجزائري، وذلك من خلال برنامج صوت الشباب الجزائري. هو برنامج شبابي بحث ناطق باللغة الإنجليزية، حيث أن خريجي الجامعات الجزائرية استطاعوا من خلال هذا البرنامج الذي يعرض عبر اليوتيوب التعبير والترويج كذلك للثقافة الجزائري وكذا السياحة وتعليم عبر منصة اليوتيوب. محاور نقاشنا كالآتي: صوت الشباب الجزائري، أول برنامج ناطق باللغة الإنجليزية عبر اليوتيوب، شباب يروج للثقافة الجزائرية والسياحة باللغة الإنجليزية، برامج تعليمية ناطقة باللغة الإنجليزية، شباب من عمق الجزائر يرفع التحدي، بالإضافة إلى أنه خريجي أو خريجو المدرسة الجزائرية يصنعون التميز بشعار عندما نريد نستطيع. للحديث عن هذا البرنامج نسعد باستضافة سلمى مولوج، أستاذة اللغة الإنجليزية ومدربة في برنامج صوت الشباب الجزائري. صباح الخير سلمى. صباح النور. والله الحمد لله يا رب. كذلك نسعد باستضافة يسرى مولوج اللي هي أصغر مدربة في برنامج صوت الشباب الجزائري. صباح الخير يسرى. أو لاباس، وشكرا لكم على تلبية هذا الدعوة. شكرا لك سلمى. طيب بداية سلمى، حبينا نتعرفوا على هذا البرنامج، برنامج صوت الشباب الجزائري. كيفاش اخترتوا الاسم ومن أين يعني جات فكرة تأسيس هذا البرنامج؟ دونك صوت الشباب الجزائري هو أول بث صوتي عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية. دونك هاد البرنامج أنشئ من طرف شباب جزائريين. احنا أنشأنا هاد البرنامج في سنة 2014. دونك نحكي لك كيفاش بدات الانيشياتيف كامل. الانيشياتيف بدات ان 2014. هاد لو بروجي سيتي لونسي بار ديليا دونلاب. هادي ديليا دونلاب كانت استاذه لغه انجليزيه في الجزائر عبر سفاره الولايات المتحده الامريكيه اللي نحييها بزاف. حبت تدير اذاعه في كل ولايه من الجزائر، اذاعه ناطقه باللغه الانجليزيه. الوغ انا واحد النهار كنت فيسبوك، جاتني اون ابليكاسيون اون لين اللي اسمها Algerian Youth Radio Initiative. دونك جي بوستولي، وكان معايا زميلي مراد ياز اللي نحييه بزاف وما قدرش يجي معنا اليوم باسكو راهو مريض، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. دونك اون بارتيسيبي انا وياه، هكذا كبر قلنا يا انا حابين نديروا اذاعه بالانجليزيه. اون بوستولي وما كناش على بالنا وشنو هذا البروغرام. Donc, deux semaines après, congratulations, félicitations, vous étiez sélectionné pour le programme anglais et tout ça, anglophone. En bas, on a la formation. On a une sahafia de l'idée américaine, l'NPR, National Public Radio. On a une formation qui fait qu'on est modérée dans la sahafa, dans la langue anglaise. Donc, on a un stage intensif. اللي درناه مع 18 جون. دونك من 9 ولايات كنا كي بدينا، كنا 9 ولايات، خيرو زوج زوج زوج، مع العلم غير انا ومراد يازلي كنا دي بيولوجيست، هما كامل كانوا تلاميذ لغه انجليزيه. دونك هذا هو سيتي التحدي. دونك لو بوت دو لا فورماسيون ديرو اذاعه في كل ولايه. بصح حنا كي تلاقينا هذوك 18 جزائريين لي جون اللي نحييهم كامل الولايات على الجيرين يوث فويسز، انا ديسيدي دو فير اون سول اورغانيزاسيون. قلنا علاه ما نكونوش واحد، باسكو الجزائر بزاف كبيره ومختلفه في تقاليدها وعاداتها. انا سيتي لا بروميير فوا نتلاقى بدي جون بسكره، دي جون بجايه من قسنطينه. ديسيدينا نديرو حاجه وحده ونديرو لونيون تاع صوت شباب جزائري واحد ليشمل العديد من ولايات الوطن. قلت تماك جات ليدي باش نكرييو الالجيريان يوث فويسز. دونك بدلنا لو كونسيبت تاع نديرو اذاعه في كل ولايه باش نديرو اذاعه واحده تجمع العديد تجمع من كل الولايات. كنا 9 ولايات. دونك لو بوت هو باش حنا نتعلمو نديرو دي بودكاست، نولو دي جورناليست ونديرو باللغه الانجليزيه. الوغ حنا مع الجمع يا هاديه خرجنا كامل من لو كونسيبت، قلنا وعلاه ما نكونوش ما نعلموش واش تعلمنا بالطريقه الامريكيه، طريقه جديده. مع العلم باللي كان عندنا الماتيريال، كربحنا في هذه المسابقه، مدولنا الماتيريال اوديو ريكوردرز السوفتوير لوجيسيال اللي نخدموا به وكلش. دونك انا كومونسي ا فير دي بودكاست، وحنايا التيم تاع الجزائر العاصمه انا كري قلنا ايا نعلموا واش تعلمنا الناس واحد اخرين. تماك بدينا شراكات مع مدارس. دونك بدينا راح نمر لهذه النقطه
فوالا دونك هكذا كيفاش البرنامج التدريبي هكذا كيفاش بدينا الالجيرين يوث فويسز للمشاهدين برنامج صوت الشباب الجزائري وبعدين نروحوا للعنصر الثاني فيما يتعلق بالتدريب اللي اصبحتوا اليوم تقوموا به كيفاش ولينا مدربين اكيد اكيد طيب سلمى يسرى قلت لي هي اصغر مدربه في برنامج صوت الشباب الجزائري كيفاش يعني جات الفكره يسرى انك تلتحقي بهذا البرنامج باعتبار صغر سنك تبلغي من العمر حتى انا ابلغ من العمر 18 سنه طيب كانت... حكي لنا يعني يسرى على هذه التجربه كيفاش انه برنامج صوت الشباب الجزائري قدر يعني يبرز نفسه عبر اليوتيوب ومن خلال الشباب الجزائري يتبادلوا الافكار يتبادلوا العديد من الاشياء طيب يسرى اعطينا يعني كما يقولوا قرصة الفكره كيف وجدتي هذا البرنامج واش اضاف لك كذلك وانا كيفاش وجدت هذا البرنامج فيو كو سلمى هي اختي الكبيره ودائما نشوفها في الموند لونغلي لي اكتيف في لا سوسيتي قلت علاش انا ما نكونش كيما هي جافي 15 عام كنت غير في الليسي ما ندير والو نروح نقعلم السيد هذا ما كان سمعت حبيت ندير حاجه جديده حبيت نبين بلي ما نعرفش ندير غير حاجه شويه نعرف نديسيني ولا سامثينغ ندير حاجه غاديو لي ماشي كاع الشباب الجزائري يقدروا يديروها باغ اكزومبل Alors j'ai vu que داروا une application باش يدربوا ناس قلت بيسك حيدربوا اشخاص وحده خير علاش انا ما نلتحقش سك ما درت لابليكاسيون بلا هي ما على بالها بعد كي شافت قالت لي يسرى اكي حابه ديري معنا قلت لها اه مدا بيا نتعلم قالت لي داكور سك ما انت هكا درت لا فورماسيون تحقت بهم كانوا كاع كبار عليا سي فري كو جافي 15 عام بصح انا واش فرح سي كو كاع سمعوا لي كاع كانوا اون بليس لا فورماسيون كانت اون انجلي فوالا سك كاع سمعوا لي و لا تيم اللي كنت فيها انايا داو ميم لو تيم اللي انا عطيته لهم سيتي لو فوالا يعني تبناوها فوالا تبناو الفكره تاعي ودرنا لو بروميير بودكاست تاعنا و سيتي مانيفيك بروميرمون بينا الافكار تاعنا حبينا نمدو واش حنا نخمو للجزائريين كو نقدروا جو صوت الشباب الجزائري نمدو به كاع الكلمات اللي ما نقدروش نقولوها لكاع الناس باغ اكزومبل اذا تحبي حاجه وعلاش تحبيها اكي حتى في ان سكريبت كومبلي وتهضري عليه باش تبيني الناس وعلاش تحبيه وعلاش انتي تلتحقي بهذه الحاجه سكي ما فريمون فريمون جو شكون واش هي حاجه جبدتني وحفزتني ولا لهذا البرنامج جميل طيب سلمى حبينا نعرفوا كيفاش يعني الشباب الجزائري كيف بامكانه يلتحق بهذا البرنامج برنامج صوت الشباب الجزائري هل انتم تقوموا بجولات عبر العديد من الولايات تقوموا تروجوا لهذا البرنامج هل لابد اكيد تعتبر نقطه اساسيه انه ليلتحق بهذا البرنامج يكون يتقن اللغه الانجليزيه ماذا لو يكون حب يلتحق بهذا البرنامج لكن عنده بعض العوائق فيما يتعلق باللغة أنتم كمدربين كيف بإمكانكم أنكم تهيئوا هذا الشاب ولا هذه الشابة للالتحاق ضمن هذا البرنامج ويصبح عنصر فعال Très bien, Manjda. Donc, je vais expliquer. Qui m'a dit que en 2014, qui a dit que la formation, c'était prévu qu'on ait juste à Sahafin ou Moudéin. On a décidé de nous faire un peu de temps. Donc, on a Mourad Yazli. On a lancé le premier workshop. On a fait un workshop, que je vais dire, training. Formation. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Et la motivation, c'était en anglais. Parce que le but, c'était de faire une langue anglaise. طور اللغه الانجليزيه دونك الناس كامل راهم انتريسي باللغه الانجليزيه وراهم حابين يبارطاجيو الافكار تاعهم باللغه الانجليزيه يديروها حنا ثاني واش ماركينا باللي الناس ما يعرفوش الجزائر حنا الجزائر بلد شباب عندنا مناطق سياحيه روعه دونك انا حابين نعرفوا بها باللغه الانجليزيه باش تمسك الناس تمس الناس في اوروبا تمس الناس في الولايات المتحده الامريكيه وفي استراليا دونك درنا لي برومي وركشوب تاعنا في الجزائر العاصمه حنا كنا دي ستوديون كنا طلاب في الجامعه ومع ناش لي موايان باش ديري وركشوب لازم تهيئي كلش الامكانيات للطلبه لازم لهم ماكله تاعهم اكزاكتومون حنا ما عندناش دي سبونسور دونك كانت قلت لك خدمنا مع ليكول بيرليتس هما اللي استقبلونا ودرنا دي وركشوب ولونسيناهم ومن بعد هذيك في 2015 انتم عرضتوا ليكيب تاعنا تاع بشار في 2015 حنايا في الفيسبوك تاعنا انا غوسي بزاف لي ميساج من بشار انا حابين نكونوا عضو في المجموعه دونك سفاره الولايات المتحده الامريكيه مولت الفواياج تاعنا ورحنا لبشار ودرنا ورشه عمل
هذه سيتي ان 2015 اي لونسينا لا 10ايام ولايه دونك كنا اكتيف و نديرو تكوين اون بعد هذيك انا وزميلي مراد يازلي كنا نخمو باسكو لي دوموند غير يجونا فيسبوك وحنا رانا نديرو دو نوتر يعني انتشرتوا عبر اكزاكتومون نتلاقاو بلاصتو العدد من الطلبات من الطلبه الشباب الجزائري ونديرو لي انترفيو كثير من الطلبه الجزائريين عندهم هذيك الشعله يحبوا يتعلموا يحبوا يديروا حاجه جديده الوغ لا كي شافوا لا راديو قالوا سي جوغ هذيك سي لوبورتونيتي باش انهم ينطلقوا نحو الوضع الجديد و ومام طون يامليوريو اللغه الانجليزيه تاعهم دونك حنا كيفاش درنا مع حنا طلبه ما عندنا دراهم ما عندنا سبونسور ما عندنا شي جمعيه مميز انه الشباب لما تكون عنده فكره ويجسدها على ارض الواقع ممكن الفكره تبدا صغيره لكن مع الوقت تكبر وتحقق يعني افاق كبيره يعني كما نقولوا عندما نريد نستطيع انه كل شيء سهل الا انه الواحد لازم يتمسك بالفكره نتاعو اكيد بالطموح حتى يوصل سلمى اكزاكتومون نعم دونك حنا واش درنا حنايا انا ويسرى ومراد يازلي حنايا دي زالومناي دونك لي زالومناي وشنو هما لي زالومناي سي لي بيرسون لي بارتيسيپا في ان بروغرام ديشونج تاع لامباساد دي ايتازوني بمعنى اخر هما الاشخاص اللي راحوا شاركوا في برامج تبادل ثقافي تاع الولايات الامريكيه المتحده فوالا ومن الكوتي اللغوي الومناي هو جمع الومنوس للمذكر وجمع الومنا للمؤنث وهي معناتها انسيان الاف دونك انا متخرجه من جامعه باب الزوار دونك انا الومنا تاع جامعه باب الزوار وانت جامعه لي تي اف سي الصحافه اكزاكتومون لي تي اف سي دونك انت كي الومنا من تماك دونك واشنطن دي سي ils ont lancé une compétition مسابقه دوليه كامل لي دولية عالمية لكامل لي زالومناي تاعهم في كامل الدول حنايا بارتيسيبينا بالبروجي تاعنا Algerian Youth Voices حبينا نوريوه و كي تربحي في هاد لا كومبيتيسيون عندك يمولوا لك المشروع تاعك دونك حنايا درناها انا وزميلي مراد يازلي ويسرى والحمد لله يعني الفكره نجحت ولقيتوا رواج حوالي الان تنشطون على حوالي 12 ولايه طيب سلمى فيما يتعلق ممكن بالشباب اللي لديه مستوى معين يعني في اللغه الانجليزيه مش نقدر نقول هاي ليفل لكن مستوى جد معين كيف بامكانه ان يستفيد من هذا البرنامج من خلال تطوير قدراته في اللغه احنا يا بون احنا ما نشوفوش الناس اللي عندهم هاي ليفل تاع ما عندناش نشوفو الناس اللي يعرفوا يهضروا تري بيان انجليزي احنا ما دابينا كامل الفئات احنا صوت الشباب الجزائري للاصوات الجزائريه let your voice be heard اللي انا حابين كامل اجعل صوتك يسمع اكزاكتو حابين كامل لا جونيس يهضروا ما تهضر انجلي شويه عبر عن صوتك عندك فكره راك حاب تهضر حاجه هي عندنا وحنا ننترفيوك ونكوراجيوك ونقولوا لك حوس زيد اقرا بالانجليزيه زيد ويعاود تسجيل ويعاود اون ميم طون هكذا راهو يوري في اللغه الانجليزيه تاعو دونك حنا نشجعوا ويتعلم حاجات جديده دونك حنا الالجيريان يوث فويس سيت اون بلاتفورم بور لي جون دونك نقول لهم اذا راكو حابين تهضروا على حاجه في الجزائر اذا راكو حابين تروجوا الحاجه وحابين تيكسبريميو روحكم بكل حريه ارواحوا عندنا ويا با دو بروبليم العالم كامل يسمع لكم ان شاء الله باللغه الانجليزيه طيب يسرى يسرى كيف يعني يسرى توفق ما بين الدراسه وتوفق ما بين العمل ضمن هذا البرنامج التدريبي لك أصبحت اليوم كمدربة ضمن برنامج صوت الشباب الجزائري كيف بإمكان أنك نقدر نقول تحدثي التوازن ولا المعادلة؟ كما قالت سلمى مع الأول هي احنا نديرو تكوين مدربين سيك معناتها كي كون اثنين اوتوماتيكمون حنولي مدربه باسكو راني ديت كاع هذيك النوليدج كاع هذيك المعلومات والمعرفه لازم نمدها لواحد اخرين ما لازمش تقعد عند واحد اللي عنده معرفه لازم يبارطاجيها مع الناس كيفاش نقدر سي بوغ سا العام اللي فات في الصيف تاع العام اللي فات درت اون فورماسيون في ليكول بيرليت الامل بروجيكت درت لهم اون فورماسيون تاع 4 ويكس تاع ربع سمانه اربعه اسابيع فوالا اربعه اسابيع النهار في السمانه كنت ندير لهم يتعلموا بيزيك اوف راديو ستوري تيلين او ميم طون يتعلموا كيفاش يديروا بالسوفت وير ايتو وخرجوا لنا 5 بودكاست سمعت هذوك ال 20 ايلاف اللي كانوا عندي 5 بودكاست واني فريمون فريمون فيير ليهم فوالا وكيفاش اني نقدر ننظم بين دراستي واكيد والمجال التدريب اللي ياخذ نوع من الوقت شوفي هي كي تحبي حاجه تسيبي لها تسيبي لها وقت يا لو كانت سهر الليل تسيبي تسيبي وقت اون بلوس كي نعاودوا صح كنت في الليسي الليسي تسيبي الوقت كلش منظم عندك من 8 ل 4 مداتك عندك مع العشيه تكملي ديري ديري ماشي تكوني اكثر وتكتسبي مهارات ممكن انها تفيدك يعني مستقبلا حاجه غير كيما احنا درنا زوج تكوينين في تمارا في الواد وسيتي تكوين انتنسيف سيتي من 9 ل 7 تاع الليل دونك نحيي كامل الناس تاع الواد وتمارا والاجيون يوت
الجمهور كما كان يظهر معنا في الصوره يعني اكزاكتومون كان يظهر في الصوره ونشكر الهدف تاعنا استثنا مرحنا واستقبلونا وداروا دي بودكاست وما شاء الله يعني على السياحه على الراسيزم هضروا على بزاف حاجات اللي ينتريسيوهم دونك نشكر ثاني المتطوع انس بن خليل اللي كان معنا مع الثلاثه مكونين المهم دونك كي رحنا سيتي انتنسيف من 9 ل 7 كل يوم جات تاخذ باسكو حنا نديرو نظري ومن بعد نديرو تطبيقي نديرو تطبيقي وثاني مدينا لهم ريكوردر والسوفتوير كيفاش يديروا به ويسرى كانوا عندها لي زيكزام باسكو هي تقرا فارماسي الوغ واش كانت دير ترقد كي ندخلوا تتعشى حتى 12 تاع الليل ومن بعد كي انا كنت حنا نرقد نقولها بون ويسرى هي تنوض تحل باش تغي بيزي يعني 5 مينيت باسكو رحنا اون بيريود تاع لي فاكونس وانا بالحد نجوز وهي بالحد تجوز لي زيكزام طيب سلمى يعني نقدر نقول كخلاصة لتجوالك في العديد من ولاية الوطن كيف وجدت الشباب الجزائري أكيد متحمس وخاصة فيما يتعلق بالعنصر المهم يعني في برنامج صوت الشباب الجزائري هو التعريف بالجزائر من خلال العادات التقاليد السياحة الثقافة إلى غير ذلك اليوم تشوفي بلي حتى أن الشباب الجزائري عنده هذاك الجانب أنه بلاده حب يروج لها حب يعرفها على كل كما يقول لك بلدان العالم ويعتبر هو عنصر فعال في المجتمع من خلال الترويج للجزائر وكل ما يتعلق بها كما احنا كي رحنا لتامناست انا جزائريه نسكن في الجزائر وما كنتش على بالي بلي هكذاك شابه عندنا هاد المناظر الخلابه اللي كاينين دونك احنا كي رحنا لتامناست جوستومون ترينيز تاعنا تلاميذ ركزوا على السياحه هلك احنا حابين نجيبوا سياح دونك داروا ربعه دي بودكاست سبيسيال غير على السياحه راحوا وفيلموا وصوروا وهضروا داروا دي سكريبت اون انجلي وقال لك لازم نروجوا للسياحه في السياحه وكاين مراد ياز اللي راح للولايات المتحده الامريكيه في 2016 دار بودكاست سبيسيال على الجزائر ماي بيوتيفول كونتري دونك دار على جمال الجزائر وداروا في اون كونفرنس ل 200 بيرسون وكانوا يقولوا هذه هي الجزائر جميلة جدا انا كي رحت للولايات الامريكيه المتحده كي كانوا يشوفونا هكذا يا قاعد ديجون باسكو نيتي 6 بيرسون كنا نمشوا هكذا كاع كيف يقولنا منين جيتوا قولهم الجزائر يقولنا نيجيريا يحسبوا كاع ما على بالهمش شنو الجزائر يعني جميل مثل هذه البرامج تخلي نظره اخرى للجزائر الجزائر اكبر بلد في افريقيا لازم نعرفوا بلادنا بزاف شابه لازم نرفعوها جميعا سلمى ملوج استاذه اللغه الانجليزيه ومدربه في برنامج صوت الشباب الجزائري جزيل الشكر لك شكرا جزيلا على هذا الفرصه يسرى ملوج اصغر مدربه في برنامج صوت الشباب الجزائري وموفقين ان شاء الله بحول الله تعالى ودائما كما يقولوا رايه بلادنا عاليه بفضل الشباب الله. شكرا لكم انتم ايضا شكرا لكم وجمعه مباركه بحول الله شكرا.